أرجوك يا عمي ما تفهمني. الأستاذ موضب أموره على الهرب بره مصر وجاي عشان ياخد بنته ويستخدمها رهن. كذب، كل اللي أنت بتقوله ده كذب. كنت أتمنى يكون كذب، مش عشان حاجة، أنا مش ملاك، أنا أذنوبي كتير ما تتعدش ومستعد أدفع تمنها، لكن أنت بقى مجرد من مشاعر الأبوة عايز تاخد بنتك في رجليك ومش همك ايه اللي ممكن يحصل لها. اوعى تتصور ان في حد هيصدق كلامك. يعني ايه اخد بنتي رهن؟ اطلع المطار واقول لهم يا تعدوني اركب الطياره يا موت البنت؟ مش تقول كلام يدخل الدماغ يا بص. مين قال انك ناوي تهرب بالطياره؟ بلاش الطياره، قول لي انت انا ناوي اخرج ازاي. مش انت هرشت الموضوع وكشفت الخطه؟ اتفضل احكي قول. انا ما عنديش تفاصيل لكن عندي اماره. اماره ايه بقى ان شاء الله؟ البحطيطي. يعني ايه؟ اسم ده ولا فعل ولا ماركه سمنه؟ اطلب لك قدريه الياباني بتاعت اسكندريه تقول لك مين هو البحطيطي. وانت تعرف قدريه الياباني منين؟ لا انت ما تعرفش لغايه دلوقتي انها تبقى من تخال نوشه. اساتذه، بما اني واقف مش فاهم حاجه وعامل زي الاطرش في الزفه، انا بقترح تكملوا الحوار ده في مكان بره البيت. وأظن يا طارق باشا بعد الشكوك اللي أثارها الأستاذ عبد المنصف ما ينفعش ندي لك شاهد. شاهد ما بقتش هنا أصلا. كده عملتوها وطبعا جنبك معاهم عايز تفوز بكل حاجة. شهادة حسن سير وسلوك من الست وولادها يمكن يشهدوا معاك في المحكمة وتضرب بومبا في فلوس اللي عندك. انزل معايا يا طارق، في كلام كتير لازم يتقال. طبعا نازل معاك. هو أنا هسيبك؟ اتفضل يا عبد المنصف بيه. اتفضل قدامي. طب سلام يا ابو ناسب. قول لاختك ان الاتفاق اللي ما بيننا لاغي وخليها بقى تستعد عشان تشرف معانا في اللومان. انا منعتك من ارتكاب اكبر خطا في حياتك. انت فاهم الامور غلط يا عبد المنصف. انا استحيل افكر اقسم بنتي ولا بلحظه واحده. امال اللفه الطويله دي عشان ايه؟ لا معلش مش هقدر اجاوبك بصراحه بقى، سامحني ما بقتش مديك الامان. كل ده عشان ما بجاركش في تصرفاتك الخايبه، عشان مش عايز ازود الطين بله. والله بقى دي وجهات نظر يا عبد المنصف. انت استسلمت بس انا مش هستسلم. اوعى تكون فاهم انك انت مش متراقب وان كل تحركاتك مرصوده بتقدر. مش هرد عليك دلوقتي لما نقعد. قول انت صحيح طلعت غدا؟ ايوه طبعا ومزاجي. طبعا هم فاكرين ان هم يضحكوا عليا، لكن انا كده كده من غير موضوع شهر كنت هطلق. ولا استنى بقى لما يطلقوها مني بحكم محكمه. غريبة قوي ان انت اللي بتقولي الكلام ده يا غادة. وايه الغريب في كده يا هناء؟ لاني كنت متصورة انك اكتر واحدة ممكن تفهمي موقفي، وخصوصا انك لسه قايلة انك اتطلقتي فعلا. كم معلقة سكر؟ لا ميرسي يا هناء. متهيألي ان موقفي مختلف تماما عن موقفك. أنا كرهت طارق وفقدت احترامي ليه، وأعتقد إنهم أهم سببين يخلوا العشرة مستحيلة بين أي اتنين. لكن أنتي، أنا مش هتكلم بالنيابة عنك. تقدري تقولي لي أسبابك؟ مين اللي قال إن الكره والاحتقار هما الأسباب الوحيدة اللي بتخلي الجواز يفشل؟ أنا ما قلتش هما، بس أنا قلت إنهم أهم سببين. صدقيني يا غادة، في أسباب تانية كتير ممكن برضو تبقى مهم. أنا سامعاكي. أنا ما كرهتش صلاح، بالعكس إحنا اتجوزنا بعد حدوتة حب لذيذة قوي، وأنا لسه بحبه وما عنديش أي سبب يخليني ما احترموش. كل ده علشان جاب شقة وما قالكيش عليها، كان عايز يعملها لك مفاجأة.
تفتكري سبب زي ده يخليني اطلب الطلاق؟ لا يا غاده، دي كانت مجرد تلكيكه. تلكيكه؟ يعني انت كنت بتدوري على سبب عشان تتطلقي؟ بالظبط كده. طب ليه؟ كفايه اقولك اني عندي اسبابي، وارجوك يا غاده ارجوك ما تلحيش عليا علشان اقولها لك. انت بتصدري على سؤالي من قبل ما اساله؟ انا ممكن اعمل زي ما انت عايزه وامشي واقول اني عملت اللي عليا، وانت حره. انا مش مرسال من حد يا هناء، مفيش حد طلب مني اني اجيلك علشان احاول معاكي. انا جيت هنا بارادتي، عايزه افهمك. توعديني انك ما تقولش لحد؟ اوعدك. وصلاح بالذات؟ اوعدك ما دام دي رغبتك. انا ما احبش اعيش مع حد شفقه يا غاده. شفقه يعني ايه؟ هتفهمي لما اكمل كلامي. تسمحي لي ثانيه واحده؟ اه طبعا، اتفضلي. يا ترى ايه السر الخطير اللي مخليها تصمم تسيب الراجل اللي بتحبه وتحلفني ما اقولوش لحد؟ اتأخرت عليكي؟ لا ابدا، انت حتى ما لحقتيش. يا دوب كنت بجيب لك الاشعه والتحاليل. مكتوبة كلها بمصطلحات طبية، أنا مش دكتورة عشان أعرف فيها. بتاعتك الحاجات دي؟ لما فات سنتين على جوازي أنا وصلاح وما حصلش حمل، ابتديت أقلق. الحقيقة صلاح ما كانش مهتم، ولا كان مهتم إن أنا أعمل أشعة وتحاليل، عشان كده رحت من وراه. ومع أول تحليل وأشعة اكتشفوا الدكاترة إن أنا عندي نوع نادر من حالات العقم اللي ملوش علاج. رفضت أنا وماما إننا نصدق. رحنا لكل الدكاترة، كل دكاترة النساء وكل المراكز المتخصصة، برضو كانت نفس النتيجة. ما يئستش أنا وماما، سافرنا أوروبا، رحنا إنجلترا وفرنسا والسويد، برضو نفس النتيجة. ده كان حكم نهائي يا غادة، ما فيهوش لا نقد ولا استئناف. وصلاح عارف ده كله؟ لا طبعا ما يعرفش، ولازم ما يعرفش. عارفه يا غادة لو قلتي له هيحصل ايه؟ انا مش هقول له حاجه، انا بس بتناقش معاكي. اعتقد انه من حقه انه يعرف، ولازم انت اللي تقولي له. انا عارفه صلاح لو عارف هيتمسك بيا اكتر، مستحيل يسيبني. بس هو ده كان كل قصدي، افرح بشهادة صلاح واستغلها لصالح انانيتي واحرمه من حقه الطبيعي من انه يبقى اب، او استنى لحد ما يقول لي معلش انا عايزه اجيب اولاد، هجيب لك دره بس علشان الاولاد، والدين سمح لي ان انا اتجوز اكتر من واحده. ساعتها اضطر اني اقبل واعمل شهيده. لا يا غاده، لا، انا مش عايزه ابقى شهيده، ولا عايزه صلاح يبقى شهيد. قلت لها يا بنت اخلعي بالهم. اي والله قطيعه، دي شوطه، كل واحده شوفها لاقيها طهقانه. اصلهم كده كان زمان الراجل راجل، لكن دلوقتي الواحد عايز يعرف اللي معاها ايراد ولا ما هي عشان يعيش على قفاها. لو ما فعصوش جسمي هيفعصوا دماغي. انا هطير من الفرح. وماله، افرحي على قد ما تقدري، عوضي كل اللي قاسيتيه. تفتكري هنجح؟ هسد في الوظيفه دي؟ انا متاكده ان كل المواصفات فيك، وبعد شغلك وجدارتك ما هيبانوا، ضروري هيضعفوا لك المرتب. ما هو كده كويس قوي، 700 جنيه مش شويه. لو المرتب ده اتعرض عليكي من سنه مثلا كنت هتتبسطي؟ طبعا لا، كنت هزعل واتخانق واقول لهم انا اميره العرابي، ولا 10,000 جنيه كفوني في الشهر. ايوه، كانوا رفضوكي من قبل ما تتعيني. الحمد لله.
الحمد لله اني شفتك وانت نازله من الميكروباص. رحمتك من المشوار من شارع السلطان حسين لحد هنا. طبعا ناس تركب تاكسيات وناس تتفعص في الميكروباصات. يا اهلا وسهلا. ازيك يا جناين؟ نحمده ونشكر فضله يا استهاني. هات يا استهاني هات العلبه عني. لا لا دي خفيفه. ما تتفضلي يا استهاني، بتشرفيني في الاستوديو انت وغدا هاني. متشكره قوي يا استاذ نعيم. انت لو كنت فاضي اخر النهار يا ريت تشرفني وتشرب معايا الشاي. ان شاء الله. وسع 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 وسع. حلو الحلوين الباستا الحلوين. خلي بالك حسبي حسبي مش هتقع ولا حاجه. بس يا ست الكل ده انا شايلهم برموش عناي عدم المؤاخذه. اغرف لكم باستا اسمها جاتو جاتو يا فايزه. يا اختي ما انا عارفه يا ست مشاهد، بس عدم المؤاخذه عندنا في حتتنا بيقول عليها باستا. قولي لي بقى يا ماما الباستا دي بمناسبه ايه؟ بمناسبه استني ما تقوليش انت استلمتي الشغل بالظبط. مبروك. ومضيت العقد الحمد لله وصرفولي شهر مقدم. بس يا بنت بس ايه ده؟ الجيران كلهم يجوا. خليهم يجوا يا ماما خليهم يجوا. يا اهلا وسهلا بيهم في اي وقت. لا عدم المؤاخذه بقى است مشاهد هي عندها حق، لاحسن يشفطوا الكاتو. صحيح يا فايزه، هو بابا شاهد جه واخدها؟ جه زارها بس ما خدهاش. نامت؟ اه الظاهر ان هما كانوا مصحيينها بدري قوي النهارده، دي نامت في نص الحدوده. انا فهمت من جمال لما جابها ان كان المفروض باباها ياخدها النهارده، بس رجعوا قلقوا فهربوها منه. الا بالمناسبه انت نكرتي نفسك من جمال ليه؟ ما قالكيش هربها فين؟ ما قاليش، بس ما غابش برضك. هو غاب قيمه 10 دقايق بكتير. يبقى في البيت يكونش عندها مؤكد. طب وما رجعهاش ليه؟ جايز بعد ما نزلوا التانيين راح لها وفضل معاه؟ لا يا استا اميره لا، ده هو لما نزل من هنا لمؤاخذه اخر مره قال لي لما ماما واستغاده يرجعوا من بره قول لهم اني رحت. رحت ايه؟ راح فين يا مخ دلم؟ راح فين بس يا ربي؟ هو اسم النبي حرص وصاينه، ابنه اسمه ايه؟ رامز. احنا كلنا سعداء يا جمال ان القضيه انتهت بالنسبه لك عند الحد ده. كان القدر بيهيئ لك فرصه جديده. سكند تشانس. والكلام ده هوت ما بيتقدش لكل الناس. يمكن لان ضميري كان نظيف واتورطت في اللي حصل بحسن نيه. وانت بقى لقيت شغل ولا لسه؟ لا لقيت. لقيت طبعا يا حماتي. فين يا بابا؟ عملت شركه تانية؟ لا يا حبيبي. انا هبقى شريك في مكتب محاماه ومحاسبه مع بعض. ده اللي كان لازم اعمله من الاول. برافو. بداية جديدة وموفقة إن شاء الله. هترجع تقعد معانا هنا تاني؟ هنا فين يا حبيبي؟ لا ده كان زمان، دلوقتي خلاص كل حاجة اتغيرت. ماما مش كده؟ سهى اسكتي خالص. جمال أول ما وصل قال إنه جاي مخصوص عشان يحط النقط على الحروف. وأنا معاه. وأنا إيه بقى؟ تيشا؟ مش طرف في الموضوع ده خالص؟ لا يا حبيبتي، بتتكسفي تقولي انت عايزه ايه وبعد كده تندمي وتعيطي. يا جماعه يا جماعه اتكلموا بدون انفعال عشان توصلوا للاتفاق. جيمي ام سوري، انا هطلع بره في التراس اخد جوز، يبقى فوت عليا قبل ما تمشي. اتفضل يا صاحب السعاده. نشوف الاول حكايه النقط والحروف. ايوه يا سميحه هاني، ايه الحروف اللي عريانه وما عليهاش نقط؟ ايه ده؟ ايه ده؟ أنا ما أحبش أبداً التلميحات الخارجة، خصوصاً إن الولد موجود. وبمناسبة إيدج بقى، أنت إيه رأيك؟ آسف يا سهى، واضح إن الحل والربط في إيد مامتك. عايز تقول إيه يا جمال؟ عايز أقول إن أنا مش هتنازل عن ابني تحت أي ظرف، ومش هقبل إن هو يتربى بعيد عني. ابنك بقى بيتربى في حضن أمه. وعشان يفضل في حضن أمه وأبوه، أنا ممكن أبدأ معاك من جديد. بس بشرط. يا سلام كمان ليك شروط. من فضلك بقى يا هاني من فضلك. ايه الهش دي؟ سهى انا شرطي ان انت تيجي تعيشي معايا في شقتي، موجوده وبتتوضب. يا سلام. وشقتك بقى ان شاء الله فين؟ في الزمالك ولا في جاردين سيتي؟ في عابدين يا هاني. ياي بيت ابويا وجدي، بيت بيطلع رجاله بجد، ناس شقيانين لكن مستورين، وفي وقت اللزوم بيقدموا حياتهم لبلدهم زي رأفت السحارتي.
جدك يا رامز. بابا انا عايزه ابقى معاك يا بابا. رامز روح عند جده. نينا انا عايزه ابقى مع بابا. لو سمحت يا جمال قول له يسمع كلامها عشان عايزين نكمل كلامنا. معلش يا رامز يا حبيبي روح اقعد مع جده. اوعدك انك هتكون معايا. ها حاجه يا بابا. اوعى تتصور انك انت ممكن تستعمل الولد كارت تضغط بيه علينا عند اللزوم. ساعتها ممكن نتنازل عن حضانته ونقول لك اورفان ميرسي. ماما ايه اللي انت بتقوليه ده؟ بتقولي اللي جواه واللي انتوا متفقين عليه واللي انت بتلفي وتدوري مش عايزه تواجهيني بيه. لكن مامتك ست صريحه وانا بحييها على صراحتها دي. وعشان كده يا هانم انا عايزك تديني اجابه مباشره. انتم عايزين ايه؟ الخروج من المعروف. ايه رايك يا مدام؟ انا اسفه يا جميل لكن اللي حصل ده هيفضل جدار بيني وبينك. وجود رامز مش هيزيحه ابدا. هنبقى مجرد اتنين تقصى بيربوا طفل تعيس. معاك حق وانا موافق. وزي مامتك ما قالت الخروج بالمعروف. والله ده في ايدك. عشان المعروف ده يحصل هتبريك. مش محتاجين فلوسك. من المؤسف يا هانم انك مصره تفهميني غلط مع اني عاشرتكم اكتر من 10 سنين. انا مش عايز بنتك تبريني. انا هديلها كل حقوقها الشرعيه. بس مش هتخلى عن رامز. تتنازلي عن حضانه رامز اديكي ولدك. غير كده يا هانم نجرب المحاكم. لو عيطت هنسمعها. وايه بس اللي هيخليها تعيط؟ تقوم من النوم تلاقي سرير مش بتاعها واوضه ما تعرفهاش. ماما شهد بنت ذكيه قوي ومتربيه كويس ومش بتخاف. وبعدين ايه اللي هيخليها تخاف؟ الدنيا مش ضلمه احنا في عز النهار. ما خرجتيش يعني النهارده؟ مفيش اوردرات شغل. مفيش بصحيح؟ ولا مستنيه خال شهد لما يجي ياخدها؟ ايه ده بقى؟ ست نوال ينفع برضه تقولي لي كده؟ ده انت عارفاني. امال ايه اللي خلاني الصبح ما اشوفوش لما جه يجيبها؟ ده لو انا قاعده من شغلي ومستنياه زي ما انت بتقول. خلاص ما تعمليهاش حكايه بقى. بس هو كمان اتاخر. ده قال لي عبال ما اروح اشوف ابني رامز وارجع تاني على طول. ايه؟ هو قال ان هو رايح يشوف رامز النهارده؟ اه زمانه عندهم دلوقتي. خليكي انت هروح انا افتح. امال هي عبير فين؟ عند ست ام رمسيس. صباح الخير. هو ينفع قول مساء الخير. انا هقول مساء الخير للست نوال. اهلا وسهلا. ازاي حضرتك؟ الحمد لله اهلا بيك. اتفضل استريح. امال شادي فين؟ نايم. تحب اصحيها لك؟ سيبيها تصحى براحتها. عن اذنك اودي الباميه المطبخ واعمل لك شاي. ادي الحاجه اللي طلبتوها من السوبر ماركت. تسلمي وتعيشي يا موسي. تعيشي. فاضل بقى الحاجه اللي عايزينها من الصيدليه. امال فين الست غاده؟ استغاده. ها يا جناين قولي لي جبتي الحاجه اللي كتبتها لك في الورقه من الصيدليه؟ الدكتور ويليام بيقول انها ناقصه من السوق وفي حاجه بدالها. لكن جبت معجون الحلاقه اللي طلبه مني الاستاذ جمال وحطيته في الكيس مع البقاله. طيب انا هكلم الصيدليه اقول لهم. جناين. نعمين. هو الاستاذ جمال طلب منك المعجون ده امتى بالظبط؟ مفيش 5 دقايق بعد ما رجع. فهمت. انا متاكد ان هم هيوافقوا في الاخر. تفتكر في ام هتتنازل عن حضانه ابنها بالبساطه دي؟ ايوه في حالتين. الحاله الاولى انها تكون كارهه ابوه وكفرانه من عشرته وعايزه تشتري نفسها باي ثمن. والحاله الثانيه انها تكون ملهوفه على الطلاق عشان عندها خطط جديده. تقصد في راجل تاني عايزه ترتبط بيه؟ بالظبط كده. وسواء بقى الهانم كانت تبع الحاله الاولى او الحاله الثانيه فالنتيجه واحده بالنسبه لي. يعني ما يهمكش؟ انا ما يهمنيش غير رامز وبس. هيرضى يعيش بعيد عن مامته؟ هخير. وانا واثق ان هو هيختارني انا. وانت هتقدر تتحمل مسؤوليته لوحدك؟ لا طبعا. هو هيبقى محتاج لست في البيت ترعاه زي ما هو متعود. مين؟ مامتك مثلا؟ مامتي؟
لا طبعا. انت يا علا. انا علا، انت الانسانه الوحيده اللي بس كفايه لحد كده، ما تكملش. الحمد لله الحمد لله يا رب. في شاي زياده عشان الضيف اللي جاي. متشكر. ازيك يا انسه علا؟ اهلا. ومشاهد اخبارك ايه؟ اتفضل. اكيد بنوتي الشقيه عملت لكم دوشه قد كده. مين الانسه شهد؟ ابدا، دي حاجه كده تبع النسمه، الزهور، العصافير. مساء الخير يا طنط. مساء النور يا حبيبتي. ازي حضرتك؟ الحمد لله. ازاي ست مامتك؟ الحمد لله يا طنط كويسه. ايه ده، انت هنا يا جمال؟ مفاجاه حلوه قوي. وحشتيني خالص. مش هتوديني الا انك سببي في المستشفى عشان هو عيان قوي. امشي قدامي من غير لا صوت ولا نفس. امشي قوم. فلح تجاريني وراك من المغربلين لباب الخلق لغايه هنا. امشي امشي. ايه يا استاذ ماله ده؟ لو سمحت عايزين نقابل البيل مأمور او ضابط المباحث. الافندي ضرب الدكتور شلبي عليه وبالمطوه وعايز يعترف. ادخل ادخل. الحمد لله على السلامه يا دكتور. ربنا يتم شفاك يا راجل يا امين يا طيب يا حبيبي الكل. ما تحاولوش تخلوه يتكلم دلوقتي. انتوا واخدينه على الفيديو. وضع ليه يا ستي؟ عدى مرحله الخطر خلاص، بس لسه الكلام ممنوع. وانت نقدر ناخد اطفال المريض؟ اول ما حالته تسمح هنبلغك. سلامتك يا ام. الله يسلمك يا حبيبه امك. الزياره انتهت يا حضرتك. حاضر هنمشي حالا. هنيجي مره ثانيه وثالثه ان شاء الله. ألف سلامة ليك يا دكتور. كلنا بنديلك من قلوبنا. شكرا يا أمينة. والله يا دكتور الشارع حزين قوي ومظلم من غيرك. أنا فرحان قوي إن ربنا نجاك يا دكتور. وكنت عايز أقول لك إن رمسيس مسك ويسا النهاردة وسلمه للبوليس، وأنا وعلاء شهدنا باللي حصل. غلط غلط. ما أخدتش الورد منها ليه؟ بصي أنكل وقولي له باي. ثلاثة. أيوه. أنت وشهد ومين؟ وأنت يا دكتور. متشكرين أوي يا جماعة. ما حدش يجي لكم فراضي أبدا. ربنا يتم شفاء يا ست بديعة. الدكتور شلبي غالي علينا قوي، ده احنا بنعتبر واحد من العيله. معلوم يا ست ام جمال، ربنا يديم الود بالمعروف. ما تقوم تيجي معانا يا عم ربيع. على فين يا استاذ جمال؟ الدكتور شلبي ده ابنك الكبير، ولو سالت اي بيت في البابلي هيقولوا لك نفس الكلام. الخير لسه ما خرجش من مصر يا جمال يا ابني. واكبر دليل الدكتور شلبي. قبل ما يضربوا الوادي المجنون ويسا ده بنص ساعة كان عندنا. بس يا أبو جمال الراجل محلفنا ما نجيبش سيرة لحد. كل الناس لازم تعرف يا أبو كمال، هي دي بس اللي قبلها واللي قبلها. سيبها تقول اللي عايزاه يا ربيع. قولي قولي يا أبو كمال. حاكم العمل الطيب زي العطر الفواح محدش يقدر يكممه. ما كنتش أعرف حكاية كمال ابني، وكان ربيع مخبي عليا، ولما قال لي وعرفت إن اللي ماسك القضية الخواجة المحامي واللي موكله ودافع له أتعابه دكتور شلبي. وقبل ما ينضرب بنص ساعة كان جاي يبشرني إن أنا هطلع الحج هدية منه. كان عايز يسليني ويفرج عني. الله يشفيك يا دكتور شلبي يا رب. مش قريبتي قالت لك إن أنا هاخد شهادة تنكر بيها؟ وهي هتعمل أمها وأنا مسافر بعدي الحدود على اساس ان البوليس مش هيشك في عيله من ثلاث انفار.
حاجة زي كده. أمال قلت يلعب منصف بيني إن أخد شاهد بنتي رهينة؟ أنا ما قلتش كده، أنا قلت يعني إنه اللي هيحصل. هتفرق إيه يا عبقري سواء تاخدها رهينة ولا تاخدها تتحمى فيها ولا تعملها ساتر؟ لا تفرق، لأني كنت بمجرد ما أعدي الحدود كنت هرجعها لأمها. انشراح، مش في واحد قريبكم اسمه سالم العتر؟ أيوه، قاعد في ليبيا بقاله 10 سنين. أهو ده اللي كان هياخدها يرجعها لأمها. وتقدر دلوقتي تتصل بأدريا اليماني وتسألها بنفسك. خلصنا طارق من الموضوع ده. نوشة، اتكلي انت على الله دلوقتي، شوفي مصالحك وبشوفك بالليل. هيحصل يا روح نوشة، بس بأمانة ربنا ما تحشرونيش في اللعبة بتاعتكم دي. قال لنا حاسة بقالي يومين ثلاثة ان عيون المخبرين مدبوبة في ظهر، وانا بعد عنكم جتتي مش خالص. فتكم بعافية. ايه ده؟ هي نوشة متراقبة ولا ايه؟ وانت كمان متراقب وانا متراقب ومراقبة مزدوجة كمان. يعني ايه بقى ان شاء الله؟ يعني مش البوليس بس اللي بيراقبنا. امال مين كمان؟ ايه ده؟ تمدي العنوان هنا لحد؟ لا، لازم نوشة نسيت حاجة. مش المفروض معاه مفتاح؟ انا مسطولة بتنساه باستمرار. ظهرية زي الفل. ايوه بس احنا بقينا العصر يا سيد بيه. خلاص تبقى عصرية زي العسل. ترك تعال خش خش، انت مكسوف ولا ايه؟ دخل حاجة. مساء الخير. اظن لسه ما اتغديتوش، وما ينفعش نتكلم على بطن فاضية. ها؟ سيد متهور وعصب يعني هاد بيه، وممكن يتسبب في 60 مشكلة. انا مش عارف ايه جراله، بيتصرف من دماغه لوحده. سيد رمضان ما عندوش دماغ اصلا عشان يستخدمها او يتصرف بمقتضاه. الله، ولما انت عارف عنه كده ازاي تكلفه بالمأموريات دي؟ لان فراغ الجمجمة له ميزة، انك تصب فيها اللي انت عايزه وتشغلها بمعرفتك. طب تسمحوا لي؟ على فين يا متر؟ ما احبش اشارك في حوار يرتبط بامور ما احبش اعرفها. عباس، قولي، لو اللحمة المشوية اللي احنا بناكلها دي مسمومة، محطوط فيها سيانور بوتاسيوم أو زرنيخ أو ستريكنين مثلا؟ أعوذ بالله. أكمل السؤال. طيب لو كلنا كلنا اللحمة دي وكلنا السم معاها، إيه اللي هيحصل؟ متهيالي كلنا هنموت. يعني مفيش فرصة لحد فينا انه ياكل لوحده ويشبع لما يقول بس، ويعيش هو والتانيين يقابلوا وجه كريم؟ طبعا لا. ولما هو لا، اذا جانبك تتصور انك تمسك لنا الشغل وتغرف من فلوسنا وتشارك معنا في التغطية القانونية لعمليات كتيرة قوي، وفجأة كده تقول انا خلاص شبعت، انا مش لعب معكم؟ أظن إحنا سبق أشرنا في حوار سابق لنفس الموضوع يا نهاد باشا، وقلت لجنابك إن مفيش عقد مفتوح أبدي بيني وبين مجموعتكم يفرض عليا إن أشارك في كل عملياتكم، خصوصاً إذا كانت عملية ملهاش أي علاقة بالشغل نفسه ومحصورة في مسألة تصفية حسابات أنا محبش كل صلة بيها. حضرتك كلمتني ودعتني كصديق على الغداء، وأنا لبيت الدعوة الكريمة كصديق برضو، وأكلت وشربت وشبعت ومرسي قوي، وأشوفك على خير. حزبة عباس شيحة غلط، مركب بيتس ما غرقتش عشان الفران يجروا ويهربوا. كله اللحمة كويسة طعمها لذيذ. لوز الكباب بتاع ابو هاني ده مفيش زيه. ما تدوه الطرب يا منصف، ما تاكل طروق.
بناكل يا سيد بيه. أكل جميل أوي والله. بس إيه بمناسبة العزومة الحلوة دي؟ يا راجل العزومة ولا حاجة، دي مجرد غدوة كده علشان نتكلم وإحنا شبعانين وعاملين دماغ لحمة. طب ما تبتدي الكلام. نتكلم. إيه أخبارك مع البحطيط يا أبو شهد؟ مالك؟ إحنا بس بنطمئن عليك. يا ترى إداك جواز السفر المضروب ولا لسه؟ حقيقة يا سيد بيه أنا مش عارف أنت بتتكلم عن إيه بالظبط. مين ده البطوط اللي أنت بتسأل عليه؟ البحطيطي. وبلاش الأسلوب ده معايا. على رأي أحمد عدوية. بلاش اللون ده معانا، رح تتعب قوي ويانا. معلش أنا برضو مش عارف أنت بتتكلم عن إيه. أنت جيلي دغري وسالك على طول أحسن لك. بطل مراوغة بقى يا طارق. واضح ان سيد بيه عارف كل اللي انت بتعمله. انا عارف كل اللي بيعمله واللي بيفكر فيه كمان. اوكي يا سيد بيه، هنفترض ان كل الكلام اللي انت بتقوله ده صح. نعم اؤمر. طلبات السياده. احنا ما يهمناش انك تهرب من البوليس ولا من العفاريت الزرق ولا حتى تغور في 60 داهيه. بس قبل ما تتحرك تسددوا اللي عليكم. انت وبابا منصف لما كتيتوا كنتوا مديونين لسيف جروب بجزء ارانب بلدي وقرد امريكاني مستورد. كم؟ 2 مليون جنيه ومليون دولار؟ ايه ده يا حمال عزيز؟ اقعد يا طارق ما تبقاش خفيف، اقعد. هو مين ده اللي خفيف؟ ده انا طلعت خايب. قال انا فاكر ان عم منصف كل اللي هبشه 2 3 مليون جنيه. أتاريك واخد من سيف جروب بس 6 مليون جنيه؟ ده غير بقى القروض اللي قلبتها وفلوس الإخوة التانيين. حكاية كده داخلة لها في 40 50 مليون جنيه. ولا يمكن 100 مليون. وقال أنا اللي فرحان ب 500 ألف. وطمعان يفوت لي كمان 300. مساء الفل يا عبد المنصف بيه. مساء النور يا حبيبي. لا طب شوفوا بقى فلوسكم مع الراجل ده. خدوها من حبابي يعني، أنا ماليش دعوة. هناخدها؟ طبعاً هناخدها منك ومنه. إحنا محدش يقدر يسرقنا. وعارفينك أنت مجرد سمكية صغيرة. بسريايا جنب الحوت الكبير. ولا إيه يا منصف باشا؟ سيد بيه، بطل بقى شغل العصابات بتاع السيما ده لأنك ما أنتش قده. مسألة أبسط بكتير من الحفلة الكبيرة اللي انت عاملها دي. انتوا عايزين فلوسكو. فلوسكو بره وانا جوه. عشان اجيبها لازم اسافر. وانا بقى ممنوع من السفر زي ما انت عارف. وما معيش دفاتر الشيكات. وحتى دفاتر الشيكات ما تنفعش. لان التقايل متشالة في بنوك بتتعامل ببصمة الصوت مع الصورة. عايزين نجيب لكم فلوسكو اتصرف. صفروني. مشكلة ها؟ يا سيدي بجملة المشاكل المتلتلة اللي حواليكوا. حقيقة أنا أصلي مدمن نوم العيالة. أخش ارتاح ساعة وانتوا على راحتكم. اعتبروا البيت بيتكم. بس ما تنسوش لما تنزلوا تقفلوا الباب كويس وراكم. بالحق نسيت اقول لك ميرسي قوي على الغدوه اللذيذه دي يا سيد بيه. وسلم لي على نهاد باشا. قول له منصف يقول لك لما تحبوا تشتغلوا يبقى اشتغل انت نهاد بدماغك بس لحسن التانيين دماغتهم مسوسه. سمعت؟ سمعت بيقول ايه؟ ده بيشتمني. طيب يا باشا تسمح لنا كمان؟ امشي ولا لسه عندك تهديدات عايز تبلغها لي؟ غزوه فاشله يا عرب. ابدا. ده انا سايبهم مرعوبين، ميتين في جلدهم. وخرجت بايه؟ ضربتهم اسفين وقعوا في بعض. واكيد
اكيد طارق هيعمل مشكله كبيره لعبد المنصور. واحنا هنكسب ايه لو كلوا بعض حتى؟ ايه الفايده اللي هتعود علينا؟ جراني هات، هما مش بيقولوا لما الحراميه يقعوا في بعض المسروق يظهر؟ المسروق ده احنا عارفينه كويس يا سيد يا رمضان. احنا مش بنلف وندور حوالين نفسنا عشان الفلوس اللي واخدها عبد المنصف ترجع لنا، لا هترجع لنا وهنجيبها. في الاول القضيه. بس انت فهمتني ان القضيه دي مش مشكله، وانك موظف موظفين من عندك هيشيلوها بدلنا. ايوه بس عبد المنصف وطارق جزء من الحمل ده، لازم شهاداتهم تبقى متوضبه مع اعترافات الولاد اللي هيشيلوا القضيه. على العموم بسيطه، انا هتصرف، انا اصلي كنت مركز في موضوع الفلوس بس اوعدك. خلاص خلاص يا سيد بيه، دورك خلص، شيل ايدك من الموضوع ده وابعد نهائي. مفاجأة يا فندم. سامح؟ مساء الخير يا فندم. مفاجأة جميلة. ايه وصلت امتى؟ من ساعتين يا فندم. تصور يا فندم من المطار على هنا على طول. اكيد جاي ورا مسألة كبيرة. اتفضل. شكرا يا فندم. اقعد يا سامح. هو الهدف الأساسي فعلا عملية تهريب آثار رايح لها الأقصر بكرة الصبح إن شاء الله، وبالمرة قلت أعدي أشوف سعادتك وأشوف حسام وأقول لكم على معلومة وقعت في حجري قبل ما أجي على طول. بقول يا فندم عنده معلومة مهمة تخص عبد المنصف مدكور. هي ما تخصش عبد المنصف يا حسام بقدر ما تخص المجموعة الأم سيف جروب، نهاد سيف وشركاء. إحنا مش عندنا يا حسام اللي يعمل قضية متينة ضد الناس دول؟ إيه اللي معطلنا يا أخي؟ الله، ما تطلب إذن من النيابة بالقبض عليهم، خصوصا ان قضيه مدكور وشركاء القضيه الاصليه هتنظر بعد ايام ويمكن نضم القضيتين. لا يا فندم، لا لا لا، احنا لازم نفصل القضيتين عن بعض. حسام يعني ممكن الاول تستنوا وتسمعوا المعلومه اللي عندي؟ ارجو ان ما اكونش ازعجتك لما طلبت منك تشريفي. بالعكس يا متر، انا استبشرت خير لاني عرفت انك انت فكرت زي ما وعدتني وقبلت تمسك قضيتي. اتفضل عبد المنصف بيه. وباختصار شديد جدا، انا مستعد اتولى قضيه سعادتك اذا قبلت العرض اللي انا هعرضه عليك. عرض ايه يا متر؟ في كلمتين يا عبد المنصف بيه، استرداد الفلوس. استرداد الفلوس؟ فلوس ايه؟ فلوس القروض اللي سعادتك خدتها من 3 بنوك بضمانات سوريه، منها عقد ملكيه اراضي مزور، ودول حوالي 55 مليون جنيه، صح؟ نفرض انه صح. نيجي بقى للشيكات اللي بدون رصيد، دول حوالي 20 شيك قيمتهم 17 مليون جنيه، ده غير شوية ديون لبعض العملاء اللي قدموا بلاغات ضد سعادتك، ودول تقريبا 10 مليون جنيه، يعني المجموع كله حوالي 80 مليون جنيه. اكتر، مجموع الديون المستحقة 116 مليون و750 ألف. جميل جدا. اللي بره بقى في حسابات سعادتك كام؟ يغطي. لا، متهيألي يغطي ويفيض كتير. سعادتك لازم تسدد الديون دي يا عبد المنصف بيه. وتأكد إن لو ده حصل موقفك في القضية هيتغير كتير جدا. أولاً هتسقط تهم تقيلة، والباقي هناخد فيه الحد الأدنى. وتأكد عبد المنصف بيه إن حسن النوايا بيبقى ليه مفعول السحر. ها، قلت إيه؟ والله عرض ممكن التفكير فيه يا متر. لا، عرض واجب التفكير فيه. في سؤال يا متر. اتفضل. استرداد الفلوس دي لازم له اسافر بره، ما ينفعش من هنا، يبقى ايه الحل؟ طيب تسمح لي بقى اسال وارد عليك. وانا في انتظارك. نوشة. نوشة، انت هنا؟ كانت هنا، هي اللي فتحت لي الباب، وبعدين اقنعتها ان وجودها ما بقاش مناسب لاني هستناك، ولو فضلت انا وهي لوحدنا منظرها مش هيبقى حلو،
ولما اتأخرت سمحت لنفسي اقتحم مطبخك واعمل لي فنجان نسكافيه. عشان بقى من حقك، ده يعتبر بيتك يا لورد. بارك الله فيك، انت طول عمرك اخ عزيز على نفسي يا عبد المنصف، وده اللي عشمني اجي ازورك من غير معاد، وعشمني اكتر اكلمك بصراحه واطلب منك اللي انا عايزه. وانا تحت امرك. على فكره الاخ سيد رمضان كان عندي من كام ساعه كده وقلت له. سيبك من سيد رمضان ومن اللي قاله ده، ما انت عارف مخه على قده قوي، ومساله الفلوس دي تتحل بينا على مهلها، دي مش مهم. المهم فعلا ان القضيه بتاعتك انت وطارق والهانم مراتك بعد حكايه ديسك الكمبيوتر والملفات اللي شلتها عشان تحميك، وجه المحروس ابن مراتك وطلعها وسلمها للبوليس، بقى موقفنا وحش قوي، واكيد رجلنا جايه في القضيه. وانا شخصيا متوقع من لحظه والتانيه ان هيصدر قرار من النيابه بشويه تهم معتبره لينا والاخوانك الشركاء في المجموعه. صدقني يا نهاد بيه، انا حاولت المستحيل عشان امنعه. انا مصدقك طبعا، واحنا كمان حاولنا. عموما ما عادش يجي منه، والمثل العربي بيقول لا تبكي على اللبن المسكوب. المهم دلوقتي ازاي نعالج المشكلة. الحقيقة انا فكرت ودورت واستشرت المحامين، واخيرا وصلنا لحل واحد مفيش غيره. هايل. هيبقى هايل لو ساعدتنا فيه. احنا وضبنا شوية موظفين من المجموعة بتاعتنا مستعدين يعترفوا في التحقيقات بكل التجاوزات والمخالفات والتزويرات والرشاوي اللي منسوبة لينا، وينفوا علمنا تماما بيها ويشيلوا هما المسؤولية والعقوبة. ايه رأيك؟ كويس يا نهاد بيه، بس انا ايه المطلوب مني بالظبط؟ انا جاي لك. انت ادليت بأقوالك في التحقيقات النيابة، في المحكمة بقى هتغير، هتقول ان ضميرك صحي وان اللي كانوا بيتعاملوا معاك في المجموعه هم فلان وفلان وفلان، اسماء الموظفين اللي بقول لك عليهم، هيستدعوهم ويعترفوا. بس تالي المساله عايزه تفكير يا لورد. المساله مش عايزه تفكير ولا تردد يا عبد، لان النتيجه هتبقى وحشه قوي لو رفضت. هضطر وانا اسف جدا اقول ان الهانم مراتك الست اميره العرابي هي الوسيطه اللي كانت بتتعامل معانا من ورا الستاره، وانها كانت بتلم لنا كل الفلوس اللي عايزه تتبيض وتتغسل. كده دخلنا في موضوع الغسيل، ودي متى؟ هو قانون غسيل الاموال صدر ولا لسه ما صدرش؟ بس حتى من غيره احنا عندنا مجموعه تهم تعمل قضيه قويه جدا وما فيهاش اي صغورات. نكمل كلامنا في الموضوع ده بقى لما ارجع من الاقصر ان شاء الله. صحيح، طب انت رايح فين دلوقتي؟ تعالى اوصلك. لا ده انا قدامي لفه جامده قوي مش هتقدر عليها. الاول بيت العيله، وبعدين اصحابي اللي عايز اشوفهم. في واحد عايز اساله سؤال مهم قوي، صدقنا اخيرا وعرف اننا دلناه على الطريق السليم ولا لا؟ صدقت وامنت طبعا، والحقيقه دي اول فرصه تجيني عشان اشكرك واقول لك ان لقائنا في اتينا غير مسار حياتي وانقذني من دمار مؤكد. ده لاني كنت عارف من اول لحظه انك اتخذت وانطى بين عبد المنصف وطارق، وان سذاجتك وسلامه نيتك هما اللي ورطوك. لا خلاص الحمد لله فقت، مفيش دلوقتي لا سلامه نيه ولا سذاجه، وعرفت الدنيا اكتر. ايوه مساء الخير. مساء النور. والدتي اميره هانم العرابي، سياده المقدم سامح دجله. عارفاه طبعا من غير ما اشوفه. اهلا اميره هانم، تشرفنا. انا اسفه اذا كنت قطعت عليكم كلامكم، بس انا حبيت اشكرك لانك انقذت جمال ورجعته البلد وبيته ونفسه. تسمح لي كمان اسلم عليك؟ ده شرف ليا يا فندم. اسباب كتير تخلي جايك انا غلط. اولا احنا هنا في عابدين، عابدين يعني الناس مش متعودين على منظر واحده ست او بنت قاعده على قهوه. ثانيا انا عندي تليفون وانت معاكي موبايل، يعني كان ممكن تكلميني ونتفق نتقابل في اي حته بعيد. ثالثا انا مستني الدكتور بهجت،
يعني حتى توقيتنا جاي هنا غلط. خلصت المحاضرة؟ هو مش جاي اقعد معاك في مكان شعري واعمل لفصين معاك. انا جاي اقول لك كلمتين وماشي. المكتب اتقفل بعد حضرتك ما انسحبت. خنقت مع هاني ومشيت انا كمان. يعني ما بقاش في مشروع. حلف؟ ولاحظ اني بتكلم لبلب، ها؟ لبلب من غير كلمة واحدة انجليزي. يعني ما فيش انجليزي. وما فيش مكتب. بس هاني متقدم لي رسمي، وانت اللي هتقول له اقبل ولا استنى. رد عليا في التليفون بعد ما تفكر. باي. اسفه. قصدي اقعد بالعافيه. الله، امال الضيفه راحت فين؟ اشربها انت. بس الحمد لله حالته دلوقتي كويسه قوي. ايه ربنا يتم شفاه يا اخي. صدقني اليوم اللي ما بشوفوش فيه بيبقى الشارع ضلمه وقتم. السلام عليكم. عليكم السلام والرحمه. طب عن اذنكم اتفضل. ايمن، حاول تفهمني، اختك مراتي قدام ربنا وقدام الناس كلها. مؤقتا لغايه السيناريو اللي احنا متفقين عليه ما ينتهي. ايوه بس انا متمسك جدا بعبله. يعني مراتي يا اخي بحبها ومش عايز اسيبها. الكلام ده بقى تتناقش فيه مع الوسط حسين الباشا. يا ايمن افهمني، انا بكلمك انت لانك مثقف، مخك متفتح وممكن تفهمني. صدقني ابويا الوسط حسين مخه مفتح اكتر مني ومنك. ايوه كل الكلام ده مفهوم، بس مش عارف اقولك ايه يا اخي. ابوك ما بيطقليش كلمه. معلش بقى عليك انت بقى انك تغير اللي من جواه ناحيتك. اثبت له انك بقيت راجل تاني غير اللي ضحك على بنته وخلاها تتجوز من وراها. مش انت اللي قلت لي يا محمد انك عندك ميعاد مع الست اميره واني لازم اكون معاك؟ ياه تصوري نسيت خالص. طبعا، ما هو البانجو والهباب اللي لحس نفوخك هم. اتلم اتلم، احنا في الشارع. اتفضلي، مش عايز اقول لك كده. امشي. يا اهلا وسهلا. وسع في ميعاد مع مدام اميره. تعالي. تصدق يا رشدي يا اخويا ان فكر ما راحش لاخوه من امبارح طول الليل؟ شفت نقص وندالة أكتر من كده. لو سمحت أخ. نعم يا أستاذ. من فضلك، الست كانت رأفة ساكنة فين؟ اتفضل. الحقيقة هنضطر نقعد هنا لأن في ضيوف في الصالون. اتفضل. أنا آسف يا مدام غدا، أنا جيت من غير اتفاق ومن غير ميعاد. الحقيقة دي اللي تزوق مني. العفو يا أستاذ بديع. أبدا، أنا الحقيقة كان نفسي أطمن على حضرتك بعد اللي حصل النهاردة في الشركة. اتفضل استريح. ما هو ده اللي انا جاي لك علشانه. انا هشيل عندك امانه. اتفضلي. ايه ده يا استاذ؟ الظرف ده فيه بيانات بكل تعاملات الحاج التقي الورع المحترم مع مجموعه شركات سيف التجاريه اللي اصلها تجاره سلاح ومخدرات وبترسل عن طريق صاحب شركتنا وكم واحد زيه في السوق. اتفضلي. اسمح لي، انا مش فاهمه حاجه. احسن انك انت مش فاهمه. كل اللي انا طالبه منك ان الظرف ده تسلميه للنيابه. وحضرتك ما تسلموش ليه بنفسك؟ انهم ورايا مش هيسيبوني، في اي لحظه ممكن يقتلوني. وعامل لي فيها فنان ومثقف ومخك كبير. انا راجل ضايع، ما ينفعش. هو انا لازم اخد منك الاسم؟ انا مش عارف ايه اللي خلاني اقول لك الكلام السخيف ده. الفساد والشر شبكة ليها 100 فرع. وانت خليت في عال. احنا فينا من ندالة. محتاجة راجل اتسند عليه. انا ما اتجوزتش وعشت عازب لاني مش شايف غيري. انت هدومك لسه ما نطفتش من تراب الزنزانة اللي انت خرجت منها بصفقة مع النيابة. عداك العيب. عجبني قوي ان اكون حرم الدكتور بهجة صفية الدين. والله برافو عليها. بركة دعاء الوالدين ليوم الدين تحمينا من كل العدالة بدين.